شيع أهالي قضاء الإصلاح شرقي المحافظة العميد عزيز الشامي مدير استخبارات مكافحة الإرهاب الذي راح ضحية النزاع العشائري الذي دار ليلة أمس بين عشيرتي الرميض والعمر. وشهد قضاء الإصلاح نزاعا عشائريا داميا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين العشيرتين، ووصلت على إثره قوات أمنية كبيرة إلى المحافظة لفض النزاع، وقد استشهد على إثره العميد عزيز الشامي وجرح عدد من المنتسبين الأمنيين. كما شهد النزاع سقوط قتلى من العشيرتين، فيما أعلنت قيادة الشرطة سيطرتها على مكان الحادث واعتقال عدد كبير من المتورطين بالنزاع ومصادرة أسلحتهم. ما حدث اليوم في محافظة ذقار هو عمل فردي لا يمثل العشائر العراقية. العشائر ذقار مستنكرة هذا الفعل استنكار كبير، وتطالب الأجهزة الأمنية بالقصاص العادل والحق والقاء القبض على الجنات. القوات الأمنية ماخذة دورها من ليلة البارحة. الجنات هناك كثير، يعني هناك معلومات لا يجوز البوح بها، ولكن يطمئن الجميع بأن الجنات في يد العدالة. وهذه الأحداث التي تحدث لا تمثل العشائر بأي شكل من الأشكال، وإنما الذين قاموا بهذا العمل المشين هم مجموعة خارجة عن القانون ولا تمثل العشائر وليس لها أي صلة بالعشائر. ونحن بدورنا ندين ونشجب ونستنكر بأشد عبارات الإدانة والاستنكار هذا العمل المشين لأي استهداف للقوات الأمنية، لأن القوات الأمنية هي الساهرة وهي الضامنة لأمن واستقرار وأمن العراق.